قديش منطقية توقعات إنه سوق الـ VR رح يتضاعف عدة مرات بحلول العام 2020؟ وقتها فيسبوك اشترت شركة أوكيولوس شفنا صار في مثل اهتمام من كثير شركات ومن كثير منتجين. في كثير هلا اليوم شركات عم يشتغلوا على الهاردوير اللي هو يقدروا يقشعوا الـ VR الهيد ماونتد ديسبلاي، وبذات الوقت عم نشوف كمان في كثير منتجين صاروا مهتمين مثل بهوليوود عندنا مثل ديزني صار عندهم ديبارتمنت الـ VR تبعهم، صار عندنا نيوز شانل هلا عم يعملوا كفرج لاخبار ان 360. في كثير اهتمام للشبكات العالميه وكمان الشبكات المحليه بالشرق الاوسط كلهم هلا عم يهتموا بقصه الـ VR. كريم بعده حاليا انه الجيمنج اندستري او العاب الفيديو هي اللي بتسيطر على سوق الـ VR، انت وين شايف المستقبل؟ الـ VR انخلق للجيمنج اندستري بس ما رح يوقف هون. الـ VR اليوم اثبت انه ما له حدود وبيقدر يتطبق بكثير مجالات. اليوم رح اعطيكي مثل صغير هلا باليورو كاب، تصوري انت قاعده ببيتك بتشتري تيكت اونلاين وعندك احسن محل بالستاديوم بتحطي الهيد ماونتد ديسبلاي وعم تحضري لايف 360 حيلا ماتش بدك اياه حيلا كونسرت بدك اياه. عم يشتغلوا بالميديكال فيلد، واحد بيعمل عمليه بامريكا وعندك كل شيء في حكمه بالعالم حاطين الهيد ماونتد ديسبلاي وعم يحضر عمليه عم تنعمل لاول مره. بالميليتري كمان بالتدريبات العسكريه عم يستعملوا الفي ار، بالمدارس هلا اليوم كمان عم بلشوا يستعملوا الفي ار، ما لها حدود. هل هيدي التكنولوجي انت شايفها هل صارت مين ستريم ام بعد باي مرحله نحن منها؟ قبل السؤال او بعد السؤال؟ كثير عم تتقدم بسرعه التكنولوجي، بعتقد هذا المستقبل. يعني في whether we like it or not this is the future. في ناس بينتقدوا التكنولوجيا وبينتقدوا هالتقدم التكنولوجيا بس انا عم بآمن فيها وبقلك